أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن موعد تطبيق المرحلة الثانية من لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، والذي يدخل حيز التنفيذ غدا السبت. وصرح الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بالوزارة أن الرقابة على منتجات أغطية السفرة البلاستيكية تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الرقابي المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة، عملاً بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 المعني بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية والمتعلق بتغيير مواصفات المنتجات الأساسية المتداولة في الأسواق المحلية لتكون صديقة للبيئة وتتحلل بصورة أسرع بعد تعرضها للعوامل الطبيعية والبيئية. وأكد الشيخ حمد بن سلمان الخليفة على جاهزية المصانع المحلية للشروع في متطلبات المرحلة الثانية من اللائحة، حيث تشير أحدث الإحصائيات التي أجرتها الإدارة بأن أغلب المصانع المحلية على أتم الاستعداد والجاهزية.